معانا النهارده حاجة اسمها phrasal verbs. الphrasal verbs قبل ما تقلب بس خلينا اشرحها لك ببساطة. phrasal verb هو فعل وبنحط عليه حرف جر بيشقلب معنى الفعل ويغيره خالص. يعني مثلا get معناها يحصل على وup معناها فوق. نحط الاثنين على بعض يجيبوا لنا مش محمود طبعا يجيبوا لنا معنى جديد اللي هو ايه get up يعني يستيقظ. وفي phrasal verbs كتير في الانجليش لازم انت تبقى عارفها لو انت عاوز تطور اللباقة بتاعتك في الانجليش. ودي فكرة السلسلة الجديدة بتاعت الفريزل فيربز. النهاردة بقى انا جايب لك فعل جت هحط عليه كذا حرف جر وحنعرف ازاي ممكن يغيروا المعنى بتاع جت النهاردة. جت والفريزل فيربز بتاعتها let's get started. اول معنى الجت هو get up ومعناها يستيقظ. قلنا قبل كده I get up every day at 6 PM قلناها في الانترو. get up get up get up. تاني phrasal verb معانا get لما بتتحط عليها ahead بتبقى بمعنى يتقدم او يتطور. You need to get ahead or you need to practice English. Sorry, to get ahead. Okay? You need to practice English to get ahead. Okay? تالت معنى معانا get مع along معناها ينسجم مع او get along with. I don't get along with my wife. I don't get along with my wife. أنا ما بنسجمش مع مراتي أوي. I don't get along with my wife. عندنا بعد كده get rid of يعني يتخلص من. You should get rid of bad friends. أنت لازم تتخلص من أصدقائك السيئين. You should get rid of bad friends. عندنا بعد كده get away from يعني يرحل عن أو يغادر. لما أقولك مثلا يا أخي حل عني. Get away from me. اوكي او انا مثلا عاوز ارحل عن الزحمه دي. I need to get away from the crowd. I need to get away from the crowd. عندنا بعد كده get مع buy الاثنين مع بعض بيعملوا معنى جديد خالص وهو ينجح او يتخطى حاجه. For example, she doesn't revise for her exams ما بترجعش للامتحانات بتاعتها and she still gets by ومع ذلك بتعدي الامتحان او بتنجح. She doesn't revise for her exams and she still gets by. Okay, عندنا بعد كده get مع off و get off ليها معنيين. المعنى الأولين انك تخلص شغل مثلا. I get off work at 7 PM. I get off work انا بخلص شغل at 7 PM. ليها معنى تاني انك تبقى راكب مثلا مترو او اي وسيلة مواصلات عامة باص او غيره وتنزل منه. تمام؟ For example, we need to get off at the next stop. احنا محتاجين ان احنا ننزل المحطة الجاية. We need to get off at the next stop. اللي بعد كده get مع on ودي عكس get off. بدل ما تنزل من وسيلة مواصلات عامة انت بتركب الوسيلة دي. Okay? For example, we will get on the next bus. We will get on the next bus. يعني احنا هنركب الباص الجاي. واخر كلمة معانا النهاردة وهي get over و get over معناها يتخطى او يتغلب على. I need to get over the loss of my wife. انا محتاج اتغلب على خسارتي لمراتي او ان انا فقدتها يعني. I need to get over the loss of my wife. لو الفيديو عجبك ما تنسناش في الشير وافتكر ان الفريزل فيربز دي حاجة مهمة جدا بالذات لو انت مستواك متوسط وعاوز توصل لمرحلة متقدمة في الانجليش يبقى الحلقة دي مهمة ليك جدا والفريزل فيربز عموما. ما تنسناش بالشير واللايك والكومنتس لو انت عاوزنا نكمل في السلسلة دي. Thank you.